نستعرض مقطع فيديو من مقاطع الطرق الصوفية، تلك المقاطع التي تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الصوفية ينشرون الشرك وعبادة الشيوخ وعبادة غير الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وغيرها. وهذا هو المقطع. الشيخ عبد الباقي المكاشف. السلام عليك يا أبا. أسيدي الشيخ عبد الباقي المكاشف. أكشف الجميع عن والله السميع. يا أبو عمر النادر. يا الحفيان يا غوث الزمان. السماع يا طويل الباع. الرشيد يا في الكون فريد. طويل الليد يا لحاق بعيد. قال احنا جيناك بعيد، جينا من الربيض وبعضنا جا من الخرطوم وبعضنا جا من ودراوه وبعضنا جا من الظليط وبعضنا جا من الشريف، وجيناك قايلين وربطنا الزياره دي سنويه، وجيتك قبال ماشي بك العيال جيتك كسيح مكسر. اعرف لي بصاره ما خليك في الحكم دول، مركت في الاردن ما لقيت راحه ولا لقيت طيبه، وبرضه اجيك انت وارجع مكسر رجع كسيح. عقب ما يسمع احمد المكافي يسموني الكسيح. يا يابا الكلام ده كيف؟ يا يابا تفتح البصيره تنور السريره تزيل الفقر تعود العقل دنيا ودين الى يوم الدين. ما نميل لاحد، ما نقول لاننا دينا، ونحن والله فقراء انفسنا كبيره، ما نقدر نقول لنشحد. قد سمعتم أن هذا الرجل هو جالس في ضريح الشيخ عبد الباقي المكاشفي ويستغيث به استغاثة عظيمة لم يفعلها حتى المشركون الأوائل بأوليائهم وأوثانهم وأصنامهم، لأن أولئك الأوائل كانوا يسألون غير الله سبحانه وتعالى في الرخاء، أما في حالة الشدة فكانوا لا يستغيثون إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هذا الصوفي يقول يا غوث الزمان، هو يخاطب عبد الباقي المكاشفي الذي مات قبل سنوات طويلة، يا غوث الزمان، ويقول له في الكون فريد يا لحق بعيد، ويقول أيضا من جملة ما قال: جيناك من بعيد من اللبيض ومن الخرطوم ومن ودراوة، وقال له أنا مركت في الأردن يعني يبتغي العلاج، وقال له تزيل الفقر، وفي آخر الكلام هو يدعو ومعه آخرون يؤمنون على هذا الدعاء، وليس الدعاء لله سبحانه وتعالى وليس الطلب من الله جل وعلا، وإنما يدعون ويطلبون ويستغيثون بعبد الباقي المكاشفي وليس بالله تبارك وتعالى. وحكم هذا بالشرع أنه شرك بالله أكبر مخرج من الإسلام، وهذا حكم كلامهم بغض النظر عن حكمهم هم، ونحن الآن بصدد الحكم على الكلام وليس الحكم على القائلين بأنهم كفروا بالله أو غير ذلك. فحكم هذا الكلام أنه شرك بالله سبحانه وتعالى أكبر مخرج من الإسلام وكفر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى وصف كل من دعا غيره بأنه كافر من الكافرين، فقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وقال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا في هذه الآية الكريمة جاءت نكرة في صياغ النهي، والنكرة في صياغ النهي تفيد العموم، عموم الآحاد، فلا يجوز أن ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا إنسيا ولا جنيا، لأن الله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومعنى الآية أي أنه لا يوجد أحد أضل ممن دعا غير الله سبحانه وتعالى. فأضل إنسان على وجه الأرض، أضل إنسان على وجه الأرض هو الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفعله الصوفية كما في هذا المقطع وغيره من المقاطع وغير ذلك من كتبهم المنشورة المستفيضة المعلومة لجميع الطرق الصوفية القادرية والسمانية والختمية إلى غيرها من الطرق الصوفية التي نشرت الشرك والبدع والضلال. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.